زعما كان راني اللي بيسكن زعما فكاني نعاون في روحي هذا ما كان اشتكي يا مصطفى تقلقش غير بشويه افر بنان على الصباح تاع رب العالمين انت تقول ربي ربي اي مكتوب تاع ربي كي جيبها جيبها جاي بنادم ويصوت يصوت يصوت ونخلا بها مصطفى خويا مالك يا سيدي شكاين منا عارف انت تقص والله منا 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 ياكي 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 عفير تاع السكون مصطفى خويا فيو تجيب لي زابر تجيب لي زابر تاع التبن تاعو هاو تلقيني يا حميد خويا قيل جورتي يا صاحبي انا تجيني الخدمه هنا على صافا ما تراطيهاش الشكارة متينة عشرة مصطفى عشرة يا عشرة راك مني ديك تهضر حامد يا ودي زعما كينا ندبروا لها السكنة احنا بينا العشرة ها زعما كندوا العشرة حماطة ويلا مصطفى خويا ايه حامد خويا باغي دروك نهضر معاك مليح دروك انا اش باغي ندير مصطفى خويا الشدة كوشي فري كوشي يا شوالا مصطفى خويا الملقى راني هادر مع السيد باللي منا ساعة ونص يق تكون بريزون في القهوة تاعنا تاع مداري تاع العادة تاع يسعد صحة دروكا حامد خويا باغي نتفاهمو هانا درو غادي ندير كورتي انا ناصر سي صالحة انا الاول اللي نروح فيها الا قلنا نتفاهمو على حاجة 80% نروح معك مصطفى خويا انا من صبحة ربي وانا نبرو ماجيله وانا ندير له منا وانا ندير له القوالب من كلافيته وجبته تروك راك باغي تدي لي 80% مصطفى خويا اما اللي خدمها وحدك علاش يا مصطفى خويا ارحم الشيبان شو قلت عليها مصطفى خويا وكان نعطيك 60% ايا بالي حميدي مصطفى ما طرطقها ليش كيما طرطقها لك وانا كلاتني يدي يا صاحبي حبيب خويا الله كونك هاني في القهوة يا فاطر وبلاد أي حبيب